Allez-y. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله دي آخر محاضرة مفروض متقسمة على جزئين. ده الجزء الأولاني إحنا هنتكلم عن الإميونولوجي of hematopoietic stem cell transplantation. النهاردة هنتكلم على أول جزء فيها، والأسبوع الجاي إن شاء الله نتكلم على الجزء الثاني، وتعتبر الأسبوع الجاي إن شاء الله المحاضرة الأخيرة. هو يعني إيه الأول؟ عايزين نعرف يعني إيه stem cell. تعريف الستيم سيل هي عبارة عن cells with the potential to develop into many different types of the cell in the body، وهي بتبقى زي repair system for the body، يعني أي cell في الجسم يحصل لها injury سواء نتيجة الانفاركشن أو أي حاجة أو تروما، فمفروض إن الستيم سيل اللي موجودة في كل أورجن بتبقى هي الريبير سيستم اللي بيعمل ريبير للدامجد تيشوز. تمام. طيب هي لها تعريف تاني، هي عبارة عن they are the cells that all cells of the body are stem from. فاحنا عندنا الستيم اللي هو الجزء بتاع الشجرة، فالجزء بتاع الشجرة ده اللي بيطلع منه كل حاجة في الشجرة، فهو برضو نفس الكلام، هي عبارة عن cells all cells of the body are stem from، يعني بتطلع منها، فهي عبارة عن cells لها البوتنشال ان هي تطلع different types من cells في البادز. ويليام شكسبير في هاملت قال to be or not to be، هي الستيم سيل انا بقول برضو عليها to be or not to be a stem cell، عشان تبقى اي خلية في الجسم يتقال عليها stem cell ففي شروط. الشرط الاولاني ان هي تبقى multi potent. تمام. يعني ايه multi potent؟ يعني عندها القدرة ان هي تطلع لي different type من السيل في البادي، زي المسل، زي البلاد سيل، البرين سيل and so on. الحاجة التانية high proliferation potential، يعني سرعة الانقسام عندها كبيرة جدا. الحاجة اللي بعد كده self renewal self regeneration، بتقدر تجدد نفسها وتجدد خلايا الجسم. الحاجة الأخيرة إن هي unspecialized. يعني إيه unspecialized؟ هي كسل في حد ذاتها ما أقدرش أوصفها ككاردياك ماسل سيل أو برين سيل أو غيره، لكن هي بتقدر لما تخش تبقى committed إن هي proliferate وdifferentiate، فهي بتديني specialized cells، ولكن هي نفسها unspecialized. الستيم سيلز بتتقسم according to البوتنشال differential differentiation potential totipotent pluripotent multipotent oligopotent unipotent، ودي هنعرفها في الشريحة التانية. بعد كده according to الأورجن ممكن تبقى embryo، ده في الزيجوتس بعد الفيرتلايزيشن ولغاية الستيج اللي هي الـ 32، ممكن تبقى فيتال، ممكن تبقى بيرينيتال، ممكن تبقى ايه ادلت، وممكن كمان تبقى انديوست، ان انت ممكن تاخد اي سوماتيك سيل في الجسم وبطرق معينة ممكن تحولها للانديوست بلوريبوتنت ستيم سيل، ودي برضو عليها ريسيرش كتير و ابليكيشن كتير ولها بروميسز كبيره قوي عليها.
ما نيجي نشوف قصة الديفرانشيشن بوتنشال. احنا قلنا توتي بوتنت. يعني ايه توتي بوتنت؟ يعني دي خلية ستيم سيل تقدر ان هي تصنع لي الامبريونيك والاكسترا امبريونيك تيشوز. يعني هي بتعمل لي الامبريو وبتعمل كمان الحاجات اللي حواليه اللي هي البلاسينتا وخلافه. تمام؟ دي هنلاقيها بس في الزيجوت. تمام؟ اول ما الايج بتبقى فيرتلايزد بتديني التو ستيج الفور الايت 16 32 اللي هو البلاستوسيست، وبعد كده الموريلا ستيج اللي هي ال 64 خليه. لغايه المرحله ديت بتبقى توتيبوتنت، يعني عندها القدره ان هي تصنع انسان بالكامل. تمام؟ ننزل درجه هتبقى البلوريبوتنت. بلوريبوتنت تقدر تصنع الامبريو بالكامل لكن ما تقدرش تصنع الاكسترا امبريونيك تيشوز. يعني هي هتديني الاكتودير الميزوديرم تمام والاندوديرم، الثلاثه لير اللي بيصنعوا كل انسجه الجسم. دي البلوريبوتنت. مالتي بوتنت تمام، لو أورجان واحد أو تيشو واحد بتقدر تصنعه بالكامل. يبقى البلوري بتصنع أورجانز كتير تيشو كتير، لكن المالتي تصنع كل أنسجة أورجان واحد أو كل الخلايا في تيشو واحد. إكزامبل اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو الهيماتوبيوتيك ستيم سيل. الهيماتوبيوتيك ستيم سيل بتقدر ان هي بولوريفريتو ديفرانشييت، هتديني الكوميتد مايلويد وتديني الكوميتد ليمفويد. ديت الليمفويد هتديني البي والتي والناتشورال كيلر، والمايلويد هتديني النيوتروفيل والايزينوفيل والمونوسايت والبيزوفيل، وبرضه بيبقى تبعها اللي هو الماكروفيج. يبقى ده توتي بوتنت بتصنع الامبريو والاكسترا امبريونيك تيشو اللي حواليه. البلوريبوتنت بتصنع الثلاثه لير، فبالتالي بتصنع كل الاورجان اللي في الجسم. المالتي بوتنت بتصنع لا اما التيشوز لا اما السيلز بتاعت اورجان واحد. طيب امال ايه الاوليجوبوتنت؟ انا قلت دلوقتي ان الهيماتوبوتيك ستيم سيل لما بتبدا بتبقى كوميتد، فبتديني الكومن لامفويد والكومن مايلويد. تمام؟ ديت بتديني كذا نوع ودي بتديني كذا نوع، يبقى دي اسمها اوليجو بوتن. يعني هي بتديني اكتر من نوع من الخليه ولكن بتنتمي لنوع واحد. اديتني التي والبي والناتشورال كيلر بس كلهم طالعين من مين؟ من اللامفويد بروجينيتور. النيوتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل والمونوسايت تمام، ومعاهم الماكروفيجز طالعين من الكومن مايلويد بروجينيتور. يبقى هي كده اسمها اوليجوبوتنت، خدت لاين واحد بس طلعت كل الخلايا اللي بتنتمي ليه. اليونيبوتنت نوع واحد بس، الماكروفيج بروجينيتور، هتديني الدنتريتك سيل والماكروفيج. تمام؟ يعني واخده جزء بس فقط، يعني هي تبع الكومن مايلويد. تمام؟ فالكومن مايلويد اداني اتنين، قصة اللي هي المايلويد سيريز تمام، والدنتريتك سيل او الماكروفيج بروجينيتور. الماكروفيج بتديني الماكروفيج تمام، فده اسمها يوني بوتنت سنجل لينج بس، يعني ايه لاين واحد فقط لا غير. السورسز يعني ممكن نلاقي الستيم سيل دي فين؟ تمام، ممكن نلاقيها في الادلت وممكن نلاقيها في الامبريونيك. في الادلت ممكن تبقى في البون مارو او في الامبليكال كورد، وفي الميزينكيمال، والميزينكيمال ده ممكن يبقى موجود في الفتشو في الدنتال بال، وممكن برضو فين؟ في البون مارو. يبقى ده السورسز بتاعه الستيم سيل اللي موجوده في الادلت. نرجع بقى للمحاضرة بتاعتنا، الهيماتوبيوتيك ستيم سيل وازاي بتتاخد عشان تتزرع، وايه الاميونولوجي بتاع الكلام ده.
الهيماتوبويتيك ستيم سيل هي ادلت ستيم سيل تمام عندها البوتنشال تو ريجينريت اند مينتين مين المايلويد والليمفويد يبقى هي ايه بتنتمي للتوتي بوتنت المالتي بوتنت هي بتنتمي للمالتي بوتنت طيب في منها انواع في ثلاث انواع في لونج تير في شورت تير وحاجه اسمها مالتي بوتنت بروجينيتور اللونج تيرم تمام هما الثلاثه عندهم خاصيه اللي هما مالتي بوتنت يعني يقدر يطلع كذا نوع من الخلايا بالنسبه لللونج تيرم تمام فيها السيلف رينيوال وفيها ريجينريشن فهي دي بتعتبر الخليه الجذعيه الاصليه بتاعه البون مارو الشورت تيرم تمام هي بدات تاخد الاوردر ان هي هت ديفرنشيت بعد كده وبولوريفريت تمام فبتبقى مالتي بوتنت هتديني المايلويد والليمفويد ولكن السيلف رينيوال انها تجدد نفسها بيبقى اقل وفي نفس الوقت ما بتطولش بتقعد حوالي 6 اسابيع اخر حاجه اللي هي المالتي بوتنت بروجينيتور زي ما احنا قلنا الكومن مايلويد والكومن ليمفويد طبعا ما فيش سيلف رينيوال هو بس جاست هما بولوريفريت وديفرنشيت عشان يدوني التيرمينال سيلز التيرمينال سيلز اللي هي البي لينفوسايت التي لينفوسايت الناتشورال كيلر والحاجات بتاعت المايلويد ده البون مارو تمام بتاعنا وزي ما انتم شايفين مليان ومزدحم بخلايا كتيره تمام عندنا البي عندنا التي عندنا الار بي سيز عندنا الماكروفيجس عندنا المايلويد تمام وعندنا برضو اذر سيلز وعندنا الستيم سيلز تمام الستيم سيلز بتعيش في مكان جوه البون مارو اسمه النيش دي كلمه فرنساوي معناها دوج هاوس البيت بتاع مين اللي هو بيبقوا عاملينه عشان الكلب ايه ينام فيه فعندنا اتنين نوعين من النيش عندي الاوستيوبلاستيك نيش وعندي الفاسكولار نيش كل نيش وله صفات معينة وله خصائص بتتناسب مع نوع الهيماتوبويتيك ستيم سيل اللي موجودة فمثلا لو جينا نشوف الاوستيوبلاستيك نيش هلاقي ان الاكسجين قليل والكالسيوم عالي بينما في الفاسكولار العكس هلاقي الاكسجين عالي والكالسيوم قليل طب ليه عشان الوظيفه بتاعه كل واحده لو جينا نبص على الاوستيوبلاستيك نيش هنلاقي الخليه اللي موجوده هنا اللي هي الهيماتوبوتيك ستيم سيل دي كويسنت سيلز يعني سايلنت سيلز مفيش فيها اكتيفيتي فما هياش محتاجه اكسجين طب محتاجه ايه محتاجه انها تعشش هنا كويس تستقر جامد وتبقى قاعده هادئه مستقره مين اللي بيثبتها في المكان ده طبعا في خلايا تانيه وفي نفس الوقت مين الكالسيوم تمام فالكالسيوم بيخليها انها تقعد في المكان ده مستقر لما يجي لها السيجنال ان احنا محتاجين النوع الفلاني من الخلايا او ان الواحد بينزف او اي حاجة فمحتاج البلاد إليمنت تمام فبيبدأ يجي لها اوردر ان هي تبدأ بولوروفريت وديفرانشيت فطالما هتبدأ ان هي بولوروفريت يعني هتبقى اكتف هتبقى محتاجة اكسجين فتتحرك من الاوستيوبلاستيك نيش تروح عند الفاسكولار نيش الاكسجين عالي الكالسيوم قليل فبالتالي ما عادتش مربوطة جامد بالكالسيوم فتقدر تتحرك بسهولة في نفس الوقت الاكسجين موجود في اي اكتيفيتي هي هتعملها محتاجة اكسجين هو متوفر وتبدأ ان هي بولوفريت وديفرانشيت وتخش بعد كده على ايه البريفرال سيركيوليشن بالنسبة للهيماتوبوتيك ستيم سيل
تمام. السورسز بتاعتها ممكن نجيبها من البون مارو، ممكن يكون من البريفرال بلاد، ممكن يكون من الامبليكال، وممكن تبقى في اللاب ان هي تبقى ايه كالشارت. تمام. البون مارو ترانسبلانتيشن له مسميات كتيرة، ممكن يبقى بي ام تي يعني بون مارو ترانسبلانت، ممكن اتش اس سي تي هيماتوبويتيك ستيم سيل ترانسبلانت، ممكن يبقى اتش سي تي هيماتوبويتيك سيل ترانسبلانت، ممكن بريفرال ستيم سيل ترانسبلانت، ممكن يبقى امبيليكال كورد ترانسبلانت. طيب المسميات دي بناء على ايه؟ الاختلاف المسمى باختلاف السورس. يعني ايه؟ يعني انا واخد الستيم سيل دي منين؟ لو انا واخدها من البون مارو يبقى اسمه بون مارو ترانسبلانت. طيب اخدها من البون مارو ازاي؟ ده كان المتبرع بيتحجز في المستشفى وبياخد بنج كلي او بنج نصفي وغالبا كلي، وبسرنجة كبيرة وفي العظماية بتاعت الحوض. تمام. وبيخش الجراح بالسرنجة كذا مرة، ممكن 15 20 30 مرة، ويعمل اسبيريشن. تمام. وياخد الكونتنت ديت وبيعمل لها حاجة اسمها بروسيسنج، يشيل منها اذا كان في عظم او حاجة. تمام. وياخد منها الستيم سيل، فده اسمه بون مارو ترانسبلانت. طبعا عشان العملية ديت فيها انه يتحجز في المستشفى، ان ياخد بنج، ان هي انفيزيف فهي بينفول. تمام. فبالتالي بدأوا يفكروا على بدائل. تمام. فلما عرفوا النيش وعرفوا مواصفاته وايه اللي بيتحكم في ان الستيم سيل تبقى موجودة في النيش، قدروا ان هم كمان يدرسوا لما الجسم بيبقى في حاجة ان البون مارو بيشتغل، ايه المواد اللي بتطلع جوه الجسم بحيث ان هي تخلي الستيم سيل تشتغل وتطلع البلاد إليمنت. بناء عليه قدروا يصنعوا حاجة اسمها الجروس فاكتور، كولوني استيميليتنج جروس فاكتور. وبدأوا يجيبوا الدونر ويديله حقنة تحت الجلد كل يوم لمدة 3 أيام، وبعدين بيقعدوه على جهاز اسمه سايتافريسيس. الجهاز ده بيسحب الدم من المتبرع. تمام. بيبقى فيه إربة. تمام. بيعدي هو على جزء في الجهاز بيبقى فيه مونوكلونال أنتيبودي عليها اللي هو أنتي سي دي 34، لأن الماركر اللي على الستيم سيل هو سي دي 34، فهو بيعمل أتراكشن لسي دي 34 والدم تاني يرجع لمين؟ للمتبرع تاني. فأصبح أنا المريض ما بيقعدش في المستشفى، جلسة السيتافاريسز ما بتاخدش ساعات، ما فيش بين. تمام. السايد افكت قليلة. طيب الكولون ستيمليتنج جروث فاكتور عمل ايه؟ هو عمل انفورسد موبيلايزيشن للهيماتوبويتيك ستيم سيل من البون مارو للبريفرال بلاد، يعني ارغم الهيماتوبويتيك ستيم سيل غصب عنها ان هي لازم تخرج من البون مارو تروح على البريفرال بلاد، وبعدين احنا بنجمعها من البريفرال بلاد. بيشتغلوا ازاي؟ ابسط ميكانيزم هو ان الستيم سيل وهي في النيش بتبقى متربطة بروابط كالسيوم وخلافه، الجروس فاكتور ده بيجي بيقطع الروابط ديت، فهي كده بتتحرر وتقدر ان هي تتحرك وتروح على البريفري. لو هناخد الهيماتوبوتيك ستيم سيل من الكورد بلاد اللي هو بيبقى موجود في البلاسينتا بعد الولادة، يبقى اسمها ايه؟ امبيليكال كورد بلاد. طيب ايه تعريف الهيماتوبوتيك ستيم سيل؟ هو عبارة عن ترانسفير او انفيوشن اوف هيماتوبوتيك ستيم سيل فروم دونر
two recipient. Le to re-establish الهيماتوبيوتيك function in patient with أنا عايز أستعيد الفانكشن بتاعة الهيماتوبيوتيك ستيم سيل في البيشن. طيب هو البيشن مشكلته إيه؟ البيشن لأما الهيماتوبيوتيك ستيم سيل ديت ديفكتف يعني فيها ديفكت، لأما ديفيشنت لأما دامجت، تمام؟ فبالتالي مفيش حل لعلاجها غير إن هي تتشال الخلية المريضة ويتحط مكانها healthy hematopoietic stem cell. يبقى إذن الايم نمرة واحد replace malignant leukemia lymphoma or genetically defective زي الثلاسيميا sickle cell anemia hematopoietic stem cell with healthy fully functional stem cell. يبقى ده أول ايم، ان انا بجيب دونر ما عندوش ديفكت في الستيم سيل وباخدها منه واديها للبيشن، تمام؟ عشان ايه؟ اصلح له الايرور اللي موجود عنده. الحاجه الثانيه، تمام، اي بيشن لوكيميا او ليمفوما او سوليد كانسر بريست كيدني اي حاجه بياخد كيمو راديوثيرابي. الكيمو راديو سيرابي طبعا من السايد افكت بتاعته ان هو بيكسر البون مارو بتاع مين؟ البيش. فطبعا هيخش في بان سايتوبينيا. بان سايتوبينيا يعني انيميا ومعاها ثرومبوسايتوبينيا ومعاها ليوكوبينيا، فالكومبليكيشن هتبقى كتيرة. فممكن من ضمن الحاجات عشان نقلل الكومبليكيشن ان هو ياخد ايه؟ هيماتوبيوتيك ستيم سيل. طيب في غرض ثالث بتستخدم عشانه، بيستخدمه الهيماتوبيوتيك ستيم سيل ديت، تمام، خصوصا لما يبقى فيه ميس ماتش بين البيشن والدونر في ال HLA، فبتبدا الهيماتوبيوتيك ستيم سيل، تمام، بيبقى لها بينيفيشال افكت اسمه جرافت فيرسس لوكيميا افكت، وده هنقوله في المحاضره الجايه. طب هو ليه بندي للبيشن كيمو راديو سيرابي قبل ما نزرع نخاع؟ يعني انا دلوقتي بدور على الدونر ولقيت السيوتابل دونر، بنجهز البيشن عشان الزرع. البيشن بيتجهز بان هو ياخد كيمو سيرابي راديو سيرابي. الهدف من ده ايه؟ انا وريتكم صوره للبون مارو وشفنا ازاي البون مارو مليان مزدحم مفيش فيه مكان، تمام. فانا لو جيت اخد الهيماتوبوتيك ستيم سيل من دونر واديها البيشن في هذا الوضع مش هستفيد حاجه، تمام، لسببين. السبب الاولاني ان انا سبت الستيم سيل بتاعه البيشن اللي فيها مشكله ما زالت موجوده في جسمه، فدي لازم ازيلها. الحاجة التانية ان الهيماتوبيوتيك ستيم سيل الجديدة، تمام، ده ساكن جديد وصل للمكان السكن اللي هيقعد فيه، لقاه مزدحم على الاخر مفيش فيه مكان فمش هيعرف يقعد، تمام. فاذا انا لازم اعمل كيمو سيرابي ريديو سيرابي. نمرة واحد كومبليت ديستراكشن للبون مارو خصوصا الهيماتوبيوتيك ستيم سيل بتاعة البيش، يبقى انا اتخلصت من المريضة الاستمسال المريضة. نمرة اتنين ان انا بساعد ان انا اما بكسر بالكيمو راديو سيرابي الخلايا اللي في البول مارو، فانا بخلق كرييت سبيس، تمام، للنيو هيماتوبيوتيك استمسال ان هي ما تيجي تلاقي مكان تقدر ان هي تعشش، ودي حاجة بيسموها انجرافتمنت هنقولها برضو في المحاضرة الجاية، تمام. يبقى ده الغرض ان احنا بندي كيمو راديو سيرابي لمين؟ للبيشن قبل عمليه الزرع، في نفس الوقت ان انا بكسر المالجنانت سيلز لو موجود مالجنانت سيلز. البون مارو بيتقسم ترانسبلانت اكوردنج تو تايب اوف دونر الى اوتوليجاس، يعني من البيشن نفسه،
ده بيشن حظه السيء تمام، مش لاقيين له متبرع تمام، فبيجي يتاخد الهيماتوبوتك ستيم سيل بتاعته وبتتحفظ، وبعدين ياخد الكيمو راديو ثيرابي، وبعدين بيرجع له ايه الهيماتوبوتك ستيم سيل بتاعته تاني. وده طبعا بيبقى اكتر في السوليد تيومر وليس في الهيماتولوجيك تيومر تمام. طيب لو هو هيماتولوجيك تيومر ومش لاقيين له متبرع، هي القصة دي ما عادتش زي زمان. زمان كان ممكن ما نلاقيش فعلا ويضطر يعملوا كده تمام، فكانوا بيعملوا مانيبيوليشن للهيماتوبوتك ستيم سيل بتاعته اللي خدوها بره ديت، بيعالجوها بطريقة معينة بحيث ان هو ما يرجعها له، يعني يبقى الوضع غير ما قبل الزرع. بعد كده الالوجينيك، الالوجينيك يعني ده ترانسفير او ترانسبلانت اوف اورجان بتوين تو انديفيديوال اوف ذا سيم سبيشيز. فاحنا هنا هنتكلم عن مين؟ اليومن. فلما اخد من سيم لصاد ده اسمه الوجينيك بون مارو ترانسبلانت. الالوجينيك بون مارو ترانسبلانت ممكن يكون سينجينيك. سينجينيك يعني ايدنتيكال توينز، يعني انا خدت من دونر لبيشن هما الاثنين توأم متواثل، يبقى هما ايدنتيكال توينز، توأم متماثل، يعني كل الجينات بتاعتهم زي بعض. وده طبعا the best type of bone marrow transplant من حيث الريزلت. طيب النوع اللي بعد كده ممكن يبقى related او unrelated. related يعني ايه؟ family member، واحد من العيلة تمام. الواحد من العيلة ده ممكن بقى يتقسم HLA matched، يعني متوافق معاه في HLA، او HLA mismatched MM mismatched، او هابلو ايدنتيكال اللي هو 50% يعني مشترك معاه في 50% بس. في بعد كده unrelated donor ممكن يبقى HLA matched او HLA mismatched تمام. يبقى ده types of bone marrow transplant according to type of donor تمام. طيب هو طبعا كل نوع بيبقى له الادفانتج والديسادفانتج تمام. طبعا لما يبقى ماتش سيبلينج ده بيبقى افضل حاجه تمام، بس المشكله مش موجود غير في 25% بس من الحالات تمام. يعني كل 100 حاله 25% منهم اللي هنلاقي لهم اخ ماتش معاه. بالنسبة لي اللي هو الهابلو ايدنتيكال، هابلو ايدنتيكال يعني 50% ماتش اب ام حد من الاخوات تمام. هو له ادفانتج وديس ادفانتج، وبدأ ده ينتشر جامد تمام عشان انقاذ حياة البيشن اللي مش لاقيين اتش اللي ايه ماتشت. وفي نفس الوقت وجدوا ان له بينيفيشال افكت اسمه جرافت فيرسس لوكيميا افكت، فشجع جامد ان هو ينتشر ويبقى عليه اقبال جامد. بالنسبه لي اللي هو الامبليكال كورد بلاد طبعا برضو له ادفانتج وديس ادفانتج. الادفانتج بتاعته ان هو سهل ان انت تحصل عليه تمام. الاتش اللي ايه ماتش مش ريستريكتد قوي زي الاذر تايبس، اقل. الكومبليكيشن اللي هي الجي في اتش دي بتاعته بتبقى زيها زي اكيد واخد من ماتش اتش اللي ايه سيبلينج تمام. مشاكله ان انت اليونت اللي انت بتجيبها ديت لازم يبقى لها مينيمم كاونت من السيلز، وانت هي سيوتابل للاطفال اكتر منها من الكبار، وساعات لو طفل حجمه كبير او وزنه كبير هتبقى عايز اكتر من يونت، والاكتر من يونت دي بيبقى لها ايه مشاكل. في نفس الوقت ان الانجرافتمنت والاميون ريكونستيتيوشن بعد الزرع بتبقى ايه اقل شويه او ابطا شويه. ده الستبس اللي بتتعمل عشان البون مارو ترانسبلانت. بالنسبه للاوتوليجاس بيتاخد منه الستيم سيل، بياخد الحقنة اللي انا قلت عليها ويقعد على جهاز سايتافريسيس، وبعدين
يتجمع الستيم سيل وتعمل لها بروسيسنج تمام وبتتحفظ والمريض بياخد الكيمو راديو سيرابي وبعدين اخر خطوه ان هي ايه نرجع له الستيم سيل بتاعته تاني. بالنسبه للالوجينيك الدونر خد الكولين ستيمولييتنج فاكتور 3 ايام تحت الجلد بدات الستيم سيل تطلع من البون مارو للبريفرال بيقعد على جهاز سيتافريسز نجمعها بعد كده تعمل لها بروسيسنج تتخزن في الليكويد نيتروجين لغايه ما البيشن يجهز بياخد الكيمو راديو سيرابي بعد كده بنديله ايه الهيماتوبويتك ستيم سيل. الاميونولوجي بيلعب سنترال رول في دكتور لو سمحت ممكن الصور اللي فاتت تحطها لنا اللينك بتاعها لان ما بنجي نطبعها بتبقى الكلام صغير خالص. ديت ماشي اتفضلي. بقول لحضرتك ممكن ترفعها لنا كصوره او اللينك بتاعها لان لما بنطبعها كده بتبقى صغيره خالص. طيب ماشي حاضر ماشي حاضر. فالاميونولوجي بيلعب سنترال رول في الهيماتوبويتك ستيم سيل داخل في كل ستيب في البون مارو ترانسبلانت داخل من اول الدونر سيليكشن تمام داخل في البريبريشن بتاعه البيشن داخل في الستيم سيل كوليكشن داخل في نجاح الترانسبلانت بعد كده تمام. فهو بيلعب دور في كل خطوة من خطوات البون مارو ترانسبلانت ايفن لغاية اكتر من سنة من بعد الزرع كمان بيلعب دور. لو جينا نتكلم دي ريفيو ارتكل على فكرة انا نشرها وانا حطتها لكم برضو على الموقع انا حطت لكم 3 بيبر دول عبارة عن ريفيو ارتكل انا نشرهم واحدة عن الهيماتوبوتيك ستيم سيل واحدة عن الاميونولوجي اوف بون مارو ترانسبلانت واحدة عن الـ HLA. فدي عنوان ريفيو ارتكل انا نشرتها برا تمام. فلو حبينا نتكلم عن الاميونولوجي اوف هيماتوبوتيك ستيم سيل ترانسبلانت هنعوز نتكلم عن الجينيتكس هومينج انجرافتمنت والفرق بينهم ايه الاميون ريكونستيتيوشن جرافت ريجكشن جرافت فيلير والفرق بينهم ايه جرافت فيرسس لوكيميا افكت الجي في اتش دي. النهارده غالبا المحاضره كلها على الجينيتكس والمحاضره الجايه هتبقى على بقيه الايتمز. الاول عايزكم تفهموا ايه الفرق بين واحد بيزرع بون مارو واحد هيزرع سوليد اورجان. المقصود بالسوليد اورجان كيدني ليفر لانج هارت بنكرياس واتيفر يعني انتستين واتيفر ده بيسموه ايه سوليد اورجان ترانسبلانت. فايه الفرق بينه وبين البون مارو وليه البون مارو واخد اهتمام كبير جدا جدا من كل اللي شغالين في المجال بتاعه وخصوصا الاميونولوجي. اول حاجه اول فرق الاميونو كومبتنت سيلز. الاميونو كومبتنت سيلز اللي المفروض بنقول عنها او تعريفها او نقصد بيها البي لينفوسايت تي لينفوسايت انتيجين بريزنتنج سيل تمام ناتشورال كيلر دي اسمها اميونو كومبتنت سيلز. الاميونو كومبتنت سيلز لما باجي اخد اورجان زي الكيدني تمام العدد بيبقى قليل جدا بيبقى فيه فيو حاجه اسمها باسنجر سيلز بتبقى موجوده جوه الكيدني تمام وبتختفي بعد فتره من الزرع. لكن البون مارو انا وريت لكم الصوره الاولانيه مليان بي تي والانتيجين بريزنتنج سيل ده البون مارو. طب لما بدأنا نحرك نعمل موبيلايزيشن للستيم سيل من البون مارو نطلعها على البريفرال بلاد هل اختلف الاميونو كومبتنت سيلز؟ ده زادت
ليه؟ انا في البريفرال بلط هيبقى عندي حاجة اسمها نايف بي تي. يعني ايه نايف؟ يعني ما قبلوش فورين انتيجين قبل كده. وهيبقى في عندي الاكتيفيتد، هيبقى في عندي الميموري سيل، هيبقى في عندي الافكتور سيل. يعني انا مش مجرد بس النايف اللي في البون مارو موجود معايا في البريفرال، ده انا معايا كمان ديفرنت ستيج من الماتوريشن من الاميونو كومبتنت سيلز دي. فبالتالي بيبقى موجود لارج نمبر. يبقى ده اول فرق ما بين البون مارو والسوليد اورجن. لو انا جيت ارتب الاورجنز اللي هتتزرع من حيث الاميونوجينيست بتاعتها من القمة الى القدم، تمام، هيبقى البون مارو موجود على القمة. يبقى اول اورجن من حيث الباور اوف اميونوجينيستي هنحط مين؟ البون مارو على رأس القائمة. تاني اختلاف الاميون سيستم. انا ما بجن الكيدني، هل انا بعمل كيمو راديو سيرابي للبيشن؟ هل انا بدستروي البون مارو بتاعه؟ طبعا لا. فاذا الاميون سيستم في السوليد اورجان ترانسبلانت هو بتاع مين؟ البيشن. امال البون مارو؟ انا الهدف في البون مارو اساسا، تمام، ان انا اشيل الهيماتوبويتك ستيم سيل الديزيست او المالجننت واحط مكانها واحده هيلسي. طب انا لما عملت ده الهيماتوبويتك ستيم سيل ما هي اللي هتصنع للبي والتي والماكروفيج، يعني هي اللي هتصنع الاميون سيستم. يبقى اذا اصبح الاميون سيستم بعد الزرع بينتمي للدونر وليس البيشن، تمام. الزرع لو نجح والهيماتوبويتك ستيم سيل نجحت فهتبدا تصنع البلط والاميون سيل اليمنت اللي هي جايه من الهيماتوبويتك ستيم سيل اللي هي جايه من مين؟ من الدونر. فهنا اصبح الاميون سيستم بتاع الدونر وليس البيشن. الفرق الثالث، انا في السوليد اورجان ترانسبلانت مشكلتي الاساسيه ان انا امنع ان الاميون سيستم بتاع البيشن اتاك الجرافت، يكسره في حاجه اسمها ايه؟ ريجكشن. ده الكونسيرن الوحيد، تمام. لكن في البون مارو انا عندي اكتر من كونسيرن. عندي لو انا ما كسرتش الاميون الهيماتوباتيك ستيم سيل كويس والاميون سيلز اللي موجوده في البريفيرال براد بتاعه البيشن كويس بالكيمو راديو ثيرابي وفضل بعض السيلز، فدي ممكن تعمل لي ريجكشن ان هي اتاك البون مارو اللي جاي من الدونر. المشكله الاخطر ان الاميونو كومبتنت سيل اللي جايه مع البون مارو بتاع الدونر ممكن ان هي ريكوجنايز فورين اتش ال اي انتجين في البيشن ويبدا السيلز بتاعه الجرافت اللي انا جايبه هي اللي اتاك التيشو بتاعه البيشن، وده اللي بيسموه جرافت فيرسس هوست ديزيز. جرافت اللي هو البون مارو او الهيماتوباتيك ستيم سيل فيرسس ضد الهوست اللي هو مين؟ البيشن، تمام. ده عكس الريجكشن. الريجكشن الاميون سيستم بتاع البيشن اتاك الدونر تيشو، لكن هنا في الجي في اتش دي الجرافت اللي انا جايبه من الدونر هو اللي اتاك التيشو بتاعه البيشن. طيب هل انا مشكلتي مجرد ان انا امنع ريجكشن وجي في اتش دي، والجي في اتش دي دي حاجه خطيره جدا جدا في البون مارو، هل دول بس الاثنين كونسيرن؟ لا، ده في كذا كونسيرن تاني. ان انا عايز ان يحصل انجرافتمنت، وعايز يحصل اميون ريكونستيتيوشن، واتمنى ان يحصل تولرانس، تمام. ففي كذا كونسيرن في البون مارو ترانسبلانت. ايه الريسك فاكتور اللي ممكن تاثر على الاوتكم بتاع البون مارو ترانسبلانت؟ في فاكتورز كتيره صراحه. في حاجه مثلا لها علاقه بالديزيز نفسه، تمام. يا ترى الستيج متاخره ولا ايرلي؟ يا ترى البيشن ده خد كورس واحد من الكيمو ثيرابي ولا اكتر من كورس، تمام. كل ده بيفرق. طيب بالنسبه للفاكتورز اللي في البيشن، الايج بتاعه ايه؟ هل هو اولد ايج ولا يانج ايج؟ تفرق.
هل هو ميل ولا في ميل تفرق. تمام، هل هو لو في ميل مالتبرس ولا لا الدونر. طبعا اهم حاجه الاتش ال اي ده نمره واحد، الايج اتنين، الجندر في ميل ولا ميل ثلاثه، الفيرال ستيتس وخصوصا السي ام في. في حاجات تانية بقى لها علاقة بالعلاج. تمام، الكونديشننج اللي خده، البروتوكول بتاع البروفلاكسز اللي ما يجلوش جي في اتش دي. تمام، السورس بتاع الستيم سيل والكفاءة بتاعتها، كل دي فاكتورز بتأثر على نتائج او السكسس اوف هيماتوبيوتيك ستيم سيل ترانسبلانت. الجينيتكس بتتقسم الى HLA non HLA، يبقى HLA genetics non HLA genetics. HLA اللي هو اليومن ليوكوسايت انتي. تمام، في non HLA عندنا اول حاجة الABO، عندنا المينور، وعندنا اي جين في الجسم فيه بوليمورفيزم ممكن يأثر على نتائج البون مارو ترانسبلانت. هنبدأ بأول حاجة الـ ABO. لو في ABO mismatch ما بين الـ patient والدونر، هل هو contraindication للزرع؟ لو كدني absolute contraindication. لو أنا باخد كدني، لا ده absolute contraindication. طب لو bone marrow relative contraindication. طب ليه؟ اما بيبقى مثلا الدونر بلاد جروب A والبيشن بلاد جروب B، زي ما احنا شايفين كده ده البلاد جروب A، الار بي سيز هيبقى عليها الانتيجين A، لكن الانتيبودي اللي موجودة في جسم هذا الشخص هيكون مين؟ انتي بي. البلاد جروب بي الانتيجين اللي على الار بي سيز بي، ولكن الانتي بودي انتي اي. الاي بي هيبقى اتنين انتيجين اي وبي، ولكن ما فيش انتي بودي. الاو ما فيش انتيجين ولكن في الاثنين انتي بادز. يبقى اذا الاي بي اتنين انتيجين ما فيش انتي بادز، الاو ما فيش انتيجين ولكن الاثنين انتي باد. طيب ده ادى لده جروب بي، ادى لجروب اي في الكدني. هنا موجود عندي مين؟ هو جايب معاه الانتي اي انتي بودي، هتمسك في مين؟ في الاي انتيجين. وهنا في ايه؟ انتي بي، هتمسك في مين؟ في البي انتيجين. يوم يحصل حاجه اسمها هايبر اكيوت ريجكشن، ده في الكدني. طيب في البون مارو ليه ريلاتيف؟ في البون مارو ريلاتيف لان بيتعمل سيرتن مانوفر. تمام، سواء بالاميون سابريشن، سواء بياخده ويعملوا الكيس اللي هياخدوه ده يشيلوا منه الار بي سيز او يشيلوا منه البلازما، المهم بيقدروا ان هم يتعاملوا معاه بحيث ان هم يقللوا السايد افكت او الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من الميس ماتشد اي بي او. طيب الميس ماتشد اي بي او انواعها ايه؟ في مينور، ميجور، باي دايركشن. يعني ايه مينور؟ المينور لما يجي اللي هو البلاك جروب او دونر، تمام، بيدي لايه او بي. احنا قلنا هنا ادا الاو اهوت عنده انتي بي انتي اي، هو ادى للاي او للبي. طيب هو نقل انتي بودي، تمام، فالانتي بودي لو هو ادى للاي فهو موجود عنده، لو ادى يعني الاو فهو انتي بي موجوده اوريدي عنده. هتكون المشكله في مين؟ في الانتي اي، فبيتعمل لها حل. تمام، طيب دي سموها مينور. ليه مينور؟ لان انت نقلت الميس ماتش، نقلت انتي بوديز، فسموها ايه؟ مينور. لكن ان انت لو هتنقل ميس ماتشت انتيجين، تمام،
في الحالة دهية بتبقى اسمها ايه؟ ميجور. زي ايه الميجور؟ ان انت تاخد مثلا جروب A او جروب B او AB تديها لمين؟ للO. انت نقلت الانتيجين لانتيبودي موجودة في جسمه، فدي اسمها ايه؟ ميجور. يبقى لو انت بتنقل انتيبودي مينور، لكن لو بتنقل انتيجين يبقى ايه؟ ميجور. فلو الدونر بلاك جروب O يبقى احنا اسمنا مينور، لكن لو اي فصيلة تانية بتدي لأي فصيلة تانية او بتدي للO نفسه يبقى اسمه ايه؟ ميجور. طيب لو جروب A ادى الB او العكس، هنا بقى السيتويشن هتبقى شغالة فين؟ في الناحيتين. هنا انتيجين A وعنده الانتي A، وهنا انتيجين B وعنده الانتي B، فبيسموها ايه؟ باي دايركشنال. يبقى اذا المس ماتش بالنسبه للاي بي او ممكن يكون مينور لو انت بتاخد من جروب او تمام لمين؟ للاذر بلاك جروب، لان انت نقلت انتي بودي مش انتيجين. لكن لو بتنقل انتيجين اي بي او اي بي للاو فدي بتبقى اسمها ايه؟ ميجور. الباي دايركشنال ان الاي او البي يدوا لبعض. المينور اتش اللي اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان اثناء البروسيسنج والبرزنتيشن اللي بتحصل في الخليه تمام، ففي سمول بيبتايدز، البيبتايدز دي اسمها ليدر بيبتايد بتطلع اثناء القصه ديت، وبيبقى في بولومورفيزم ما بين الدونر والبيشن، ممكن يبقى في سيرتن سنجل نيوكليوتايد بس زي ما احنا شايفين في الاكزامبل ده، نيوكليوتايد واحده بس هي اللي فيها الخلال تمام. طالما في ميس ماتش ما بين البيشن والدونر في جين من الجينات اللي موجوده في جسمنا، فده عنده القابيليتي ان هو ستيميوليت حاجه اسمها الو ريكوجنيشن تمام، ان الاميون سيستم بتاع البيشن يهاجم الدونر او الدونر يهاجم البيشن، دي اسمها الو ريكوجنيشن. طيب كان بيسالوا دايما انا واخد بون مارو في اتش ال اي ايدنتيكال سيبلينج، طب ليه لسه بيحصل جي بي اتش دي تمام؟ طبعا ما كانش له تفسير لغايه ما اكتشفوا المينور اتش ال اي، وان في كونهم ان هما اتش ال اي ماتشت في الميجور اتش ال اي مش شرط ان هما يكونوا ماتشت في المينور، بيبقى في سيرتن ديجري من الميس ماتش، وده ممكن يؤدي ويفسر الجي بي اتش دي اللي بيحصل عندهم. الحاجه الثانيه لو في ميل ادت لميل، الفيميل عندها اكس اكس كروموزوم، الميل عنده واي اكس، ففي اختلاف بينهم الواي تمام. في سيرتن مينور اتش ال اي انتيجين 6 لينكد يعني موجوده بس على السكس كروموزوم تمام، فبالتالي هيبقى في ميس ماتش ما بين الفيميل والميل في هذه الحاله، وده يؤدي الى جي في اتش دي. الاذر نون اتش ال اي، يبقى احنا في النون اتش ال اي قلنا الاي بي او وقلنا المينور، هنتكلم دلوقتي على الاذر نون اتش ال اي. اي جين في الجسم تمام يجي على ذهنكم وفي بوليمورفيزم تمام، فوارد انه يعمل كومبليكيشن في البول مارو ترانسبلانت، لانه وارد انه الدونر والبيشن يبقوا ايه؟ ميس ماتش. طيب احنا ما بنيجي نختار دونر لبيشن بنختاره بناء على ايه؟ ال HLA typing، ما عملناش لبقيه الحاجات. طيب دي حلها ايه في المستقبل؟ حلها ان هم شغالين على ان هم يخترعوا حاجة زي المايكرو اري كده تمام، تقدر تعمل فول جينوتايب للبيشن والدونر، ويتم ساعتها الاختيار بناء على الفول باترن اللي موجود قدامي، بحيث ان انا ابقى ضامن ان ما يحصلش كومبليكيشن. زي ما انتم شايفين في الصورة كل ديت جينز ممكن تأثر على الاوتكم اوف ترانسبلانت. عندنا حاجات لها علاقة بالفارماكوجينومكس زي الميثايل تترا هيدروفوليت ريدكتيز، وده فيه اتنين سنيبس مهمين
677-1298 دول من أهم اثنين سنيبس موجودين في الجين ده، وجدوا إنه له علاقة بالكومبليكيشن بتاعة البول مارو ترانسبلانت، وخصوصا اللي هو الكونديشنينج والإميون سابريشن بعد الزرع. في برضو عندنا مئات الجينات، تمام، سواء سايتوكاينز أو إميون ريسبونس جينز، كيموكاين، أدهيشن مولوكيول، فيتامين دي، استروجين ريسبتور، أي حاجة تخطر على بالك وجدوا إن لها علاقة بالسكسس بتاع البون مارو ترانسبلانت. طبعا أنا مش هقدر أتكلم على كل الحاجات دي، لكن أنا هاخد أهم حاجتين أقول لكم الفكرة وراهم إيه. هنتكلم على السيتوكاين جين بولومورفيز وعلاقته بالأوتكام، وهنتكلم على الفارماكو جينومكس. السيتوكاين جين بولومورفيز ببساطة أي جين في بدايته 5 داش ونهايته 3 داش، وقبل ال 5 داش احنا قلنا أي حاجة بفور ال 5 داش بتاخد ماينس، الرقم بتاعه بتحط قبله ماينس، وقلنا هنا موجود البروموتر. من الفايف داش للتلاتة داش بتاخد اي بولومورفيزم او اي سيكونس هنا بياخد ايه؟ بلس، تمام؟ طيب قصة السيتوكاين بقى ايه؟ السيتوكاين البروموتر بيتحكم في الريت of expression of cytokines، يبقى البروموتر هو اللي بيتحكم في الريت بتاع الاكسبريشن بتاع مين؟ السيتوكاينز. طيب لما يكون البروموتر ده هيخلي هاي اكسبريشن او لو اكسبريشن، ده ينعكس على ايه؟ هينعكس ان كمية السيتوكاين اللي هتطلع في الجسم لاما هتبقى هاي لاما هتبقى ايه؟ لو. طيب برضو ده ايه علاقته اللي انا بقوله؟ الهيومن بوبوليشن بتتقسم لمجموعتين according to the amount of cytokine secreted، تبع لكمية السيتوكاين اللي جسمك بيطلعها. احنا بنتقسم لمجموعتين، مجموعة اسمها هاي بروديوسر ومجموعة اسمها لو بروديوسر. هاي بروديوسر يعني انا بطلع كمية سيتوكاين كتيرة في اي حاجة انا محتاج فيها السيتوكاين. لو بروديوسر ان انا بطلع كمية سيتوكاين قليلة. طب دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ تختلف. هقول مثال، تمام، لو انا عندي ال TNF الفا ده برو انفلاماتور سيتوكاينز، انا هاي بروديوسر، تمام، فانا بطلع كميه كبيره منه، يبقى اذا انا اي انفكشن هتعرض لها الاعراض عندي هتبقى شديده وممكن ادور برد ينيمني في السرير، تمام، على عكس اللي هو مين؟ اللو بروديوسر، حاجات عنده بتبقى ايزي وسامبل. طيب لو احنا العكس انتي انفلاماتوري سيتوكاين زي الانترلوكين 10، لو انا هاي بروديوسر بطلع كميه كبيره جدا من الانترلوكين 10 في اي انفكشن هتلاقي الدنيا عندي ايه؟ بيس، تمام، مش حاسس بحاجه، ما هي انتي انفلاميشن، فالانفلاميشن هي سبب المشاكل اللي من ايه بتحصل لنا، فهو كميته طالعه كبيره فعمل انهبيشن للانفلاميشن، فبالتالي عادي ما فيش فيه مشكله. لكن لو هو لو بروديوسر هيحصل ايه؟ العكس. يبقى اذا انا عندي كويس، تمام، في قصه البون مارو، تمام، في برو انفلاماتوري سايتوكاينز وفي انتي انفلاماتوري سايتوكاينز. لما هاجي اشرح لكم الجي في اتش دي هتلاقوا ان الجي في اتش دي بيسموه ايه؟ ستورم اوف سيتوكاين، عاصفه من السيتوكاين. الكورونا برضو ستورم اوف سيتوكاينز، عاصفه من السيتوكاين، تمام. طيب نيجي احنا قلنا السيتوكاينز في برو انفلاماتوري وفي انتي انفلاماتوري،
وقسمنا الناس هاي بروديوسر ولو بروديوسر. مريض خد بون مارو تمام، وفي سيرتن ديجري من المس ماتش، فمفروض يجي له جي في اتش تي. طب هو حظه السيء ان هو هاي بروديوسر من البرو انفلاماتوري سايتوكاين، يبقى اذا في هذه الحاله هيجي له ايه؟ سيفير جي في اتش دي. لو هو لو بروديوسر من البرو انفلاماتوري يبقى هيبقى مايل جي في اتش دي. نفس القصه في الانتي انفلاماتوري، لو هاي بروديوسر يبقى مايل جي في اتش دي، لو 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 بروديوسر يبقى ايه؟ سيفير جي في اتش دي. يبقى دي قصه السايتوكاين جين بولومورفيزم مع البون مارو ترانسبلانت. الفارماكوجينومكس هناخد بس اللي هو الميثايل تترا هيدروفوليت ريدكتيز تمام، وعلاقته بالكومبليكيشن خصوصا السايد افكت بتاعت الكونديشنينج وبتاعت البروفلاكسز بتاع الجي بي اتش دي. ودلوقتي بدأ الجين ده اللي هو الام تي اتش اف ار بيتعمل دلوقتي كتير في الحالات اللي هي بتاعت الابورشن والحالات اللي هي بيجي لها جلطات تمام. طيب احنا قلنا في عندنا اتنين سناب في الجين ده 677 تمام، وبعدين سي شرطة ميلة تي. معنى ده ايه؟ ان السي استبدلت بتي، يبقى اذا الوايلد هتبقى السي، الميوتنت هتبقى مين؟ التي. 1298 اي سي، يبقى الوايلد الاي والميوتنت السي تمام. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الشخص اللي عنده، طبعا انا عندي كده اتنين قليل، هيبقى السي قليل تي قليل، وعندي الاي قليل السي قليل. التباديل والتوافق بينهم بيديني ثلاث احتمالات اسمهم جينوتايب. الجينوتايب الاولاني ان هو يبقى سي سي او سي تي او تي تي. طبعا السي سي خد الاثنين نورمال مع بعض، التي تي خد الاثنين الميوتنت مع بعض، السي تي خد واحده نورمال مع واحده ميوتنت. ده اسمه نورمال هوموزايجوس، ده ميوتنت هيترو، ده ميوتنت هومو. طب ده يأثر على ايه؟ الشخص ده الانزيم اكتيفيتي عنده، ما هو ده انزيم الميثايل تترا هيدروفوليت ريدكتيز، هو انزيم. فالجين اما طالما هو عنده نسختين النورمال تمام، فالجين بيطلع انزيم الكفاءة بتاعته 100%، بيشتغل بنسبة 100%. بالنسبة لده بينزل 60%، بالنسبة لده بينزل لإما 25% أو undetectable أو يبقى مش موجود خالص. طيب ده يهمني في إيه؟ بيهمني لما بيجي بيتاخد الميثوتريكسات تمام؟ مفروض إن الإنزيم ده هو اللي هيعمل ميتابوليزم للميثوتريكسات. طيب أنا البروتوكول عندي إن أنا أدي مثلاً 4 تقراص في اليوم تمام؟ ال4 تقراص في اليوم مع الشخص ده مفيش مشاكل، سايد افكت مايلد العادية، لكن مع ده سايد افكت اكتر، مع ده مفروض انه ما ياخدوش اساسا تمام، لان ده سيفير سايد افكت تمام. فاذا اصبح ان مش مفروض ان انا ادي الدواء عميانش، ومفروض ان انا بعمل جين بولومورفيزم خصوصا للناس اللي بتاخد اميون سابريشن، وبدأت حاجات تبقى روتين والناس بدأت تطلبها كتير، ان انا قبل مد دراج اميون سابريسف بشوف الانزيم بتاعه ايه اللي بيعمل له ميتابوليزم، بعمل الجينوتايبنج بتاعه واشوف هو عنده انهي نوع. لو النوع الطبيعي بديله الفول دوز، الميوتانت هيترو بديله تلتين الدوز، لو بقى اللي هو ميوتانت هومو مفروض ادور على دواء تاني مديلوش الميثوتريكسيت. احكي لكم على قصة حصلت معايا في البرايفت. جالي شاب صغير خد يعني بيشتكي جاي يعمل صورة دم، فلقيت عنده بان سايتوبينيا انيميا
والبليتلت قليلة والعدد الأبيض قليل، وداخ كتير جدا في أماكن كتيرة جدا، وعمل كل الانفستيجيشن وبون مرة أسبيريشن وكل حاجة ومش عارفين السبب إيه. فأنا بدردش مع عمه بالصدفة، وقاعد عند عمه فبدردش معاه بالصدفة، فبقول له هو بياخد أدوية معينة، فقال لي إنه كان جاله التهاب مناعي في العين والدكتور كتب له حاجة زي الميثوتريكسيت كده، تمام؟ فقلت له طب هو قبل ما ياخد العلاج كان كويس؟ قال له آه. قلت له العلاج هو اللي عامل فيه كده، فيوقف العلاج يرجع للدكتور ويوقفه تدريجي ونتابع ونشوف. فعلا لما وقف العلاج بدأنا نتابع صور الدم، تمام، لقينا ان هو بيتحسن ورجع طبيعي. طيب في حاجات من الأدوية اللي بتتاخد تحاليلها مش موجودة، بنعمل ايه؟ محطوط بروتوكولز ان انا ما بجد الدواء ده للمريض اعمل له صورة الدم في الاول مثلا كل 3 ايام، وبعدين كل اسبوع لمدة شهر مثلا او شهرين، وبعدين كل اسبوعين وهكذا، لان صورة الدم هي اللي بتعرفك ان حصل عنده كومبليكيشن من البون مارو ديبريشن ولا لا، تمام؟ فده بالنسبة لقصة ايه؟ المسايل تيتر هيدروفليت ريدكتيس، وزي ما بقول لكم هو دلوقتي بيتعمل في حالات الابورشن ريكرنت ابورشن وحالات اللي هي ايه الثرومبس فورميشن. طيب احنا كده النهارده، يعني ايه كده النهارده؟ يعني اما حد فينا بيتعب ويروح يكشف عنده دكتور، في بروتوكولات ثابته لعلاج المرض ده، تمام؟ البروتوكول ده بنديه لكل الأشخاص وبنشوف الريسبونس ايه، بيستجيب ولا ما بيستجيبش. ناس بتستجيب ماشي، وناس ما بتستجيبش، تمام؟ فبيجي الدكتور ينقل على بروتوكول تاني، تمام؟ ده الوضع النهارده. طب نتيجة الوضع ده ايه؟ نتيجة الوضع ده ان في ناس اتكلفت فلوس واتكلفت سايد افكت للدواء اللي خدته بدون داعي. طب امال بكره مفروض يبقى ايه؟ بكره مفروض ان اما دول يصابوا بمرض معين بتعمل لهم جينو تايبنج، وبناء على الجينو تايب اللي عنده بديله الدراج اللي هيديني 100% ريسبونس وما ادهوش للاشخاص الاخرين. يبقى اذا لما حد بيصاب بمرض بندور على الجينو طيب، تمام، اللي هيعمل ميتابوليزم للدرج اللي انا هكتبه، وبناء عليه بحدد دولت ياخدوا الدرج ده فول دوز، ده ياخدوا ثلث الدوز، حد تاني ما ياخدوش خالص. ده اللي بيسموه دلوقتي البرسيشن ميديسن، وهو ده اللي قادم وهيكون ان ما عادش في حاجه هتتكتب كده اعتباطا. العالم كله بيتجه الى البرسيشن ميديسن. ايه اهم حاجه في الاتش في البون مارو ترانسبلانت ما زال حتى يومنا هذا؟ هو ايه؟ الاتش ال اي. يبقى اذا ذا موست امبورتانت فاكتور، تمام، او جين ديترماين سكسس اوف بون مارو ترانسبلانت اند ايضا معظم سوليد اورجان ترانسبلانت هو مين؟ الاتش ال اي. طب ليه؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه هو ستيميوليتور وتارجت للجي في اتش دي والجرافت ريجكشن. طب يعني ايه ستيميوليتور وتارجت؟ هي قصه لما يبقى في ميس ماتش بين بيشن ودونر في عمليه زرع، تمام، الاميون ريسبونس بيبقى دايركتد اجينست مين؟ اجينست فورين انتيجين ولا فورين اتش ال اي؟ بيبقى اجينست فورين اتش ال اي، تمام. طيب يبقى اذا الاتش ال اي اللي موجود على السيرفيس بتاع الخلايا والانتيجين بريزنتنج سيل، تمام، وهيبقى في الجروف بتاعه الفورين اتش ال اي، تمام،
هو هنا أصبح استيميوليتور، هيعمل استيميوليشن للسيلز سواء بتاعة البيشن أو الدونر حسب نوع الريجكشن اللي بنتعامل معاه، وفي نفس الوقت لما هيجي الإميون سيستم أتاك هيأتاك التيشوز اللي عليها الفورين HLA. فإذا في مجال الترانسبلانت هو أصبح استيميوليتور لأن في مسماتش بين البيشن والدونر، في نفس الوقت أصبح إيه تارجت. الإميون سيلز بتروح تهاجم الخلايا اللي عليها الفورين HLA ده. طيب لو جينا نختار دونر لازم هنعمل HLA تايبنج للبيشن والدونر، تمام؟ المحاضرة اللي فاتت أنا قلت أنا الايديال ماتش هو إيه 12 over 12، ولكن مش ده اللي ماشي عليه العالم، احتمال قريب ولكن في وقتنا الحالي قلنا مش هو ده البروتوكول. فعشان ندور على HLA ماتش لو احنا ماشيين تبع أوروبا هنقول 10 over 10. عشان أدور على HLA matched donor related يعني family member 10 over 10 يعني A, B, C, D, R, B1, D, Q, B1 تمام؟ نسبة إن أنا ألاقي الدونر ده من 15-30% فقط لا غير. طيب أعمل إيه بالنسبة لبقية 70%؟ هندور في حاجة اسمها unrelated donor. في العالم معمول حاجة اسمها بون مارو ريجستري. يعني ايه بون مارو ريجستري؟ يعني دي منظمة موجودة اي شخص عايز يتبرع بالبون مارو تمام بيروح يسجل في ريجستري ده وبياخدوا له عينات وبيعملوا له الاتش اللي هي تايبنج بتاعه وبيخزنوا الداتا عندهم. لما حد بيحتاج طبعا بيبقوا المنظمات دي والدول متعاونة مع بعض وبيتبادلوا المعلومات مع بعض وبيتبادلوا المتبرعين مع بعض. فلما بيكون في بيشن محتاج نوع معين من الـ HLA تمام فبيدوروا في الـ unrelated، فبيدوروا على الـ أول تشويس الماتشت اللي هو برضه 10 by 10. طيب نسبة إن احنا نلاقي unrelated donor ماتشد مع البيشن 10 over 10 كم في المية؟ 30-70%، تمام؟ 30-70% فقط لا غير. طيب أنا كده باقي عندي من 15-45% من البيشن لا نلاقي لهم related ولا unrelated matched. الحل معهم إيه؟ بدأ يظهر حاجة اسمها alternative donors، يعني donors with certain degree of mismatch في الـ HLA مع الـ patient تمام. وده أصبح ضرورة، ما أنت مش هتسيب المريض يموت تمام. لها الكوست بتاعها يعني لها side effect complication، بس انت هتعمل ايه؟ ما انت بتنقذ حياة شخص، ما فيش بديل تمام. الالترناتيف دونرز تلات انواع. النوع الاولاني اللي هو اسمه هابلو ايدنتيكال دونر، يعني متوافق مع المريض بنسبة 50% تمام، وحطه حد ادنى وحد اقصى هنقولها بعد كده للمسماتش. الحاجة الثانية الأمبيليكال كورد بلد. الحاجة الثالثة اسمه ايه؟ mismatched unrelated donor. انا مش لاقي في الunrelated ايه matched، فابدأ ادور على mismatched وبرضو حطه requirement للنمبر بتاع المسماتش ما بين البيشن والدونر. يبقى اذا انا هنا matched related البديل بتاعه قبله identical، الماتشد unrelated البديل بتاعه المسماتشد unrelated، ومعايا الامبيليكال كورد. ازاي بنمشي في البحث هنشوفها بعد كده. طيب نسبة ان انا الاقي
HLA matched patient and donor 10 by 10 بتختلف من population للتاني. أقل ما يكون في الأفريكان أمريكان أو البلاك وأعلى ما يكون في الهوايت بوبوليشن. طبعا إحنا قلنا الكلام ده المحاضرة اللي فاتت قلنا إن إحنا عندنا 12 نوع من الـ HLA على سطح الخلية وإن الـ ideal match مفروض يبقى 12 by 12 وقلنا أنواع الماتش full mismatch full match haplotype single antigen single allele وبيكتب إن إحنا نقول 6 over 8 7 over 8 8 over 8 أو نقول مثلا 8 over 10 9 over 10 وهكذا. طيب طبعا الريزوليوشن قلناها خلاص المرة اللي فاتت مش هنقولها هنا بس عايز أقول لكم حاجتين. الحاجة الأولانية نبص هنا على الفازر وأداء المازر ونشوف الـ HLA type بتاعهم وعايز أسأل سؤال لما يبقى الـ HLA type مكتوب كده ده معناه إيه؟ عايز إجابة من حضراتكم. HLA A asterisk O2 دي معناها إيه؟ مش عارف ولا إيه؟ التايبنج معمول بالمولوكولار بيولوجي. ايوه مولوكولار اتش ال اي تايبنج مولوكولار بيولوجي. الرقمين تعني ايه؟ لو ريزوليوشن ماشي يعني اكنه زي ايه ما يكون معمول بالسرالج. يبقى لو جينا نبص هنا هنلاقي الفازر كله رقمين والماده نفس الكلام يبقى ده اتش ال اي تايبنج معمول مولوكولار بيولوجي عشان النجمة اللي موجودة ورقمين يبقى ايه لو ريزوليوشن. طيب دول خلفوا ثلاث أولاد ده مريض لوكيميا محتاج بون مارو اتعمل له اتش ال اي تايبنج واتعمل لاخواته. اخواته لو بصينا هنلاقيهم ايه برضه لو ريزوليوشن والاثنين ماتشد معاه. تمام كده هو السيستم لغاية فترة قريبة كان إن أنا ما باجي هزرع لقرايب تمام family member فبيتعمل HLA typing بـ low resolution kit. تمام لو أنا لقيت في match ما بين patient ودونر أو أكتر من دونر لازم بعمل لهم بقى إيه الـ high resolution. طب ليه انا بدات بلو ريزوليوشن؟ الموضوع كله هو توفير في النفقات. تمام حاليا اقول لكم في الاخر على الريكومنديشن عباره عن ايه بالنسبه لل اتش ال اي تايبنج. ما عادش في حاليا ان انا اعمل اتش ال اي تايبنج لو ريزوليوشن في البون مارو. تمام فانا بس جايب لكم المثال عشان تشوفوا الفرق. طيب لما جينا نعمل بقى للفازر اتش ال اي تايبنج دول اربع ارقام يبقى ده ايه هاي ريزوليوشن. ببص كده الحاجات اللي تحتها شرطة كان DRB104 DQB103 هنا بقى O401 O301 ده نفس الكلام هنا بقى ايه O404 O302 هنا الأب كان هوموزايجوس للDRB1 والDQB1 ولكن هنا أصبح هيتيروزايجوس هيتيروزايجوس هذا قليل وده قليل تانية قليل وقليل تانية يبقى باللو ريزوليوشن طلعته هوموزايجوس لكن الهاي ريزوليوشن طلعته هيتيروزايجوس. طب ده هيفرق بقى بالنسبة للمريض واخواته. نبص كده المريضة طلع الـ DRB1 عنده ايه O301 وهنا O401 وهنا O301. طيب نشوف أخو ده تمام أخو ده طلع زيه بالضبط فإذا ده ما زال ماتشد معاه كلو ريزوليوشن وكهاي إيه ريزوليوشن. ناخد ده O301 O201 هما نفسه نيجي هنا أصبحت O4 وهنا أصبحت O2 فأصبح بدل ما هو كان هنا
10 by 10 match, لا نزل لإيه 8 by 10 match، يعني أصبح فيه 2 قليل mismatch، فطبعا ده استبعد. فده الفرق بين low resolution والhigh resolution. حاليا الrecommendation ما عادش فيه low resolution، كله high resolution. طيب تفرق ان المسماتش يبقى في الدونر، يعني المسماتش ده قليل تبقى في الدونر او تبقى في البيشن، تفرق. ده بيسموه directionality of HLA mismatch. طب تعالوا نشوف كده، هنا الدونر O2O2 O2O1 O2O1، يعني هو هوموزايجوس للO2. البيشن عنده ايه O2O1 O2O4، هو ماتشد معاه في الO2 ولكن مسماتشد في مين في الO4. يبقى اذا المسماتش ده اللي موجوده هنا في مين في البيشن. تمام. طيب في هذه الحاله انا اتوقع يحصل جرافت ريجكشن ولا جرافت فيرسس هوست ديزيز. هو المس الفورين اتش ال اي موجود على التيشوز بتاعه البيشن، لان الاليل المختلفه موجوده في البيشن. يبقى الاميون كومبتنت سيل اللي جايه مع البون مارو من الدونر هتهاجم التيشوز بتاعه البيشن وتعمل لي جرافت فيرسس هوست ديزيز. لو الوضع معكوس، هنا البيشن عنده الاو 2 1 ولكن الدونر هو اللي فيه الفورين اتش ال اي، يبقى في هذه الحاله الاميون سيستم بتاع البيشن لو لسه موجود اميون سيستم عنده، تمام، هيأتاك الجرافت ويعمل له ديستراكشن ويديني جرافت ريجكشن. طب لو المس ماتش في الناحيتين، هنا او 2 هنا او 3، هنا قليل وهنا قليل، فاصبح الفورين اتش ال اي موجود في البيشن موجود في الدونر، هيوم يحصل الحاجتين، يحصل جرافت ريجكشن ويحصل جرافت فيرسس هوست ديزيز. ريزوليوشن قلناها المره اللي فاتت خلاص. هنيجي بقى ازاي نختار دونر، والدنيا كانت ماشيه ازاي. ماشي، في طبعا هيستوريكال كان اول حاجه بيدوروا على اتش ال اي ايدنتيكال سيبلينج، مفيش يدوروا على اتش ال اي ماتشد ان ريليتد دونر، سواء كان ايامتها 8 على 8 او 10 على 10، ده كان السكند تشويس. الثيرد تشويس ان يدور على اتش ال اي مس ماتشد ان ريليتد دونر، ما لقاش يبقى مضطر ياخد من الاب او الام او الهبلو ايدنتيكال اخوات او غير، ده اصبح ايه هيستوريكال. في التسعينات لما بدا الامبيليكال كورد بلاد ترانسبلانت ينتشر فتعدل نمره واحد الايدنتيكال سيبلينج، مفيش يبقى ماتشد ان ريليتد، مفيش يبقى مس ماتشد ان ريليتد، مفيش يبقى امبيليكال، وفي الاخر خالص هبلو ايه ايدنتيكال. طب حاليا البروتوكول الفيرست تشويس ال HLA ايدنتيكال سيبلينج، ما فيش HLA ايدنتيكال سيبلينج، يبقى احنا على طول بندور على ال HLA ماتشد ان ريليتد دونر، ما فيش يبقى بخش على الالترناتيف على طول. تمام، ببدا ادور في مين في الالترناتيف. ده الجايد لاينز او الالجوريزم اللي ماشيين بيه في اوروبا. تمام، ده البريتش سوسايتي اوف هيستو كومباتيبيليتي اند اميونوجينيتكس، كل كام سنه كده بتنزل جايد لاين. تمام، عائله الايتال ديت كانت نشرها في 2016 ونزلت واحده جديده، دي الجايد لاين بتاعه 2020. تمام، بتقول ايه؟ انا دلوقتي لقيت HLA matched related donor، سواء حد من الاخوات او كده لقيت فيه related donor. ال HLA typing يتعمل ايه؟ high resolution. طب لمين؟ A B C D R B D Q B 1، يعني 10 على 10. وحط هنا اهوت قال لك ان ايه؟ ممكن لو في اكتر من donor نعمل مين؟ الدي بي بي، يعني يبقى 12 على 12. تمام، طيب خلاص لقينا
واحد منهم ماتشد لازم قبل ما ازرع ارجع اعمل اتش ال اي تايبنج تانش. طيب لو هو unrelated by the high resolution اول اختيار يكون perfect match 10 by 10 ما فيش يبقى سنجل 9 over 10 تمام ما لقيتش يبقى اروح على الكورد بلاد او الهابلو ايدنتيكال. طيب انا لقيت سواء 10 over 10 او 9 over 10 تمام وعندي كذا دونر ده راجل محظوظ يبقى ابدا اشوف الاثر جينز اعمل لها تايبنج تمام. طيب برضو لقيت واكتر من واحد في الحاله دهيت ابدا اشوف الدايركشن بتاعه الميس ماتش ويفضل ان احنا ناخد الدايركشن بتاع جي في اللي هو جرافت ريجكشن وليس الجرافت فيرسس هوست ديزيز وبرضو قبل ما ازرع اعمل ايه سكند تايب. بالنسبه للامبيريكال كورد برضو هاي ريزوليوشن وبالنسبه لاوروبا بيبقى كام 10 اوفر 10 ولكن في اماكن اخرى من العالم بيكتفوا بايه 6 اوفر 6 تمام. طيب نيجي بقى بحته اللي هو الهابلو ايدنتيكال المينيمم ميس ماتش واحد الماكسيمم يكون 5 هو اسمه هابلو ايدنتيكال تمام ولكن مسموح اللي هو لغاية 5 أكتر من 5 لا لأنه أكتر من 5 ما بقاش إيه هابلو ايدنتيك يبقى المينيمم إنه يكون سنجل ميس ماتش لغاية 5 ميس ماتش يعني في النهاية يتكتب 5 over 10. طيب أنا لقيت حد في العيلة من إخواته أو الأب أو الأم هابلو ايدنتيك تمام يبقى لازم يكون مفيش ABO incompatibility يكون young تمام يكون male مش female ولو female ما تبقاش multi virus والسيتوميجالو فيروس يكونوا زي بعض negative negative positive positive يعني ما اخدش من positive لnegative تمام. طيب انا مش لاقي في كل ده في الحالة دي بخش ده اسمه first degree relative او ما اخش على second degree relative الaunt الانكل الكازنز وهكذا تمام. طيب انا الراجل ده محظوظ تمام وفي متبرعين كتير يبقى بعد كده ممكن اشوف بقى عنده اتش ال اي انتيبادي ولا لا الاي بي او انكومباتيبلتي سي ام في وهكذا. شكرا جزيلا. المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الاذر اسبيكت بتاعه الاميونولوجي اوف بون مارو ترانسبلانت. في اي اسئله؟ شكرا جزيلا.